السلام عليكم الكويدات ديالي، السلام عليكم الحبابات الخواتات فين ما كنتو. مرحبا بكم فيديو جديد. وقبل ما نبداو الفيديو خليو ليا القلوبة وخليو ليا التعليقات ديالكم البنات، وكثروا ليا من لايكات وبارطاج الفيديو مع العائلات والاصدقاء، مع كاع الناس اللي عزازين عليكم اللي بغيتوهم يستافدوا من هاد الهميزات هادي البنات. قبل ما نبدا معكم الفيديو شكرا لكم كاملين على التعليقات ديالكم، وبغيت نقول لكم صحابات الجملة مرحبا بكم. اللي بغات ترزق الله سبحانه وتعالى في بيجامة او لا في القفطان او لا حتى في الجلابة، مرحبا والف مرحبا. كنديروا التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب. البنات صحابات الجالية اللي كيبغيو يبدلوا البيع في الجلابة ديالنا التقليدية او لا القفطان التقليدي، مرحبا بكم والف مرحبا. وكذلك صحابات المغرب فين ما كنتو، كنشجعوا دائما المرأة المغربية على انها تخدم وترزق الله سبحانه وتعالى. الحلال واخا يكون فيه غير 10 دراهم كتكون فيه البركه. ونبداو معكم الفيديو الكويدات ديالي. صراحه كنغبر عليكم، انا عارفه انني مقصره في حقكم، ولكن راكم عارفين خصكم مع الروينه ومع المعلمين. واخا مازال عندي الروينه قلت ضروري انني نحط لكم موديلات جداد، لان بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي الواتساب صباح سربي كنقول لهم راه السلعه محطوطه، ولكن الوقت باش نصور اللي ما لقيتش لكم البنات اليوم ملي ما عنديش المعلمين، استغليت هذه الفرصه هذه وجدت لكم هذا اللون. هذا واعر واعر واعر، العشاق ديال الاناقه، العشاق ديال لاكلاس. انا نهبط لكم شويه البنات باش تشوفوا. انا كنحاول البنات انني نصور لكم غير يعني الطرزه اللي كتكون مهمه. اما الجلابه دائما البنات راه كنديروها طويله، يعني ماشي الجلابه مقزبه، الجلابه اللي كتكون طويله كتكون محترمه، يعني زويونه هكذا كيلبسوها العيالات وهما مرتاحين البنات. المهم الكويدات ديالي نبداو معاكم على بركه الله. وهذا اللون هذا اللي بغات اي حاجه تسكريني وتصيفط ليا ميساج في الواتساب البنات، واخا تعطل عليكم فراكم عارفين يدي بوحدي، والرقم راه خاص بالعمل فقط البنات. الله يرحم لكم الوالدين الكويدات ديالي. اللي بغات شي حاجه تصور وتصيفط ليا في الواتساب وتكتب ليا الموديل اللي بغا. نبداو البنات مع اول موديل معنا اليوم على السوق. موديلات واعرين واعرين واعرين، جلابه ديال رمضان وديال العيد، لان بزاف ديال الناس اللي من دابا بداو كيوجدوا الجلابات ديال العيد. الله يرزق الصحه والسلامه البنات، باش تبقاي تسناي تال العواشر وما تلقايش جلابتك، وتحطي تشري الثوب غالي وتحطي عند الخياط خياطه غاليه وفي الاخر ما تجيكش الجلابه. هذا مشكل كيوقعوا فيه بزاف ديال البنات. جبت لكم الجلابه اليوم رخيصه 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 بزاف، وعرفتوا الكاليتي ديالها، الثوب ديال الكريب، الكريب البنات احسن انواع ديال الكريب مع الصاله المخزنيه. شوفوا ليا يا الكبيدات، هانتوما جلابه طويله مستوره، شي حاجه كلاس ديال الهمه والشان. جلابه جبليه البنات كتجيب هاد الطريزه هادي بالصم بالبرونز، كيجي حتى تلينو. نتوما راكم عارفين ان هاد الصم دابا هو اللي ولا على موضه البنات. وشوفوا ليا الخدمه كيف دايره، شوفوا 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 ليا الخدمه كيف دايره البنات، شي حاجه اللي واعره. هاد الطرزه عاوتاني هنايا، والطرز عاوتاني اختي هنايا، ولبسي ليا وتبرعي مع راساتك. فقط 250 درهم البنات، 250 درهم. هذه في الوقيته ملي قرب العيد غادي تصيبوها تزادت 100 درهم، 200 درهم البنات، لان في العواشر راكم عارفين لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ولكن مع صباح بيوتي شوب غادي نحاول انني نجيب لكم الميزات اللي بثمن جد 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 رخيص البنات، باش يناسبوا كاع الفئات ديال الشعب. كلشي يلبس ان شاء الله، وكلشي يتبرع وكلشي تفركس ليا في هاد العواشر البنات. جلابه ديال رمضان وديال العيد ان شاء الله فقط 250 درهم، 250 درهم. وشوفوا ليا الطرزه البنات، عرفتوا شي حاجه واعره ديال الهم وديال الشان، والله كلاس البنات. انا كنحاول انني نصور لكم غير الطرزه البنات، لان اللور ما فيهاش طرزه، ولتحت راني خلاص قلت لكم هابطه لتحت البنات، هابطه ومستوره، كيجيو فيها جوج افتتاحات البنات. وهنايا خلاص راه الصم هابط ليها حتى لتحت البنات،
الخدمه كيف دايره. هاد الجلابه هذه، هاد الموديل هذا فيه زوج ديال الوان اخرين، فيه الكحل وفيه البنات البينات اللي واعرين، فيه الغوز فوشيا. عرفتوا كيف داير؟ شوفوا شوفوا كي كيجي. انا غادي نلبسهم لكم البنات. وفيه زرق ملكي، هادشي اللوينات غير ديال الفريع الفاروعي، لون ينسيك في لون البنات. غادي نقيس لكم لون اخر وتشوفوا تي على هاد اللوين هذا من الصباح وانا حاضيه راسي. عرفتوا هاد اللون البنات، هاد اللون هذا راه من العام اللي فات وانا فاش لبست الجلابه ديالي الغوز فوشيا، لقيت بزاف ديال البنات اللي قالوا لي صباح واو هاد اللون هذا واعر بزاف حطي لنا منه الجلابه. بقيت كنقول واخا 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 حتى حطيت لكم جلابه واعره بزاف. عرفتوا هاد اللون كيحمق، لا هي صراحه لا هي لا الزرق ملكي لا الكحل، شفتوا شي حاجه طوب خياليه البنات، واعره واعره بزاف. ممكن تاخذي حتى ثلاثه وتبقاي تبدلي بيهم، ما تمليش منهم نهائيا، لان الخدمه ديالهم شوفوا الخدمه، شوفوا البنات الخدمه ديالهم كيف دايره، خدمه واعره بزاف. وعاد التوبه البنات، البنات اللي غيكونوا داوما انا رياض، راه قبل ما نحط الفيديو راني ديجا بعت منهم من الكليانات اللي كيجيو هنايا عندي، كيلقاوهم كيقول لك صباح واخا باقا ما صورتيش الفيديو، عطينا منهم كنعطيهم صحتهم وبراحتهم وصحته براحت اي وحده من المتتبعات ديالي الزوينات الفنات كتقدم من عندي. المهم البنات شوفوا ليا، كذلك حتى اللي ما تيتقداوش من عندي اختي خليو ليا التعليقات ديالكم والكويدات ديالي. بيكم كنكون فرحانه بزاف والله العظيم بالدعوات ديالكم، الله يحفظكم والله يخلي لكم اللي عزيز عليكم البنات. وبارطاج الفيديو مع العائله ومع الاصدقاء، وشوفوا ليا يا الكويدات ديالي، شوفوا ليا الطرزه كيف دايره. وهانتوما شفتوا راه طويله بزاف البنات، طويله بزاف جلابه زويونه في الصاله ديالها ايفازي. هذه راها البنات هذه اللي انا لابسه دابا راها ال خياطه خياطه ماشي ايفازي خياطه مخزنيه البنات. عرفتوا تغلطت ليا الجلابه مع القفطان، لانني حاطه حتى القفطان غادي نصور لكم ان شاء الله البنات، باش هكذا اللي بغات تقدا في العواشر تقدا قفيطنات هكذا تلبسهم في رمضان. راكم عارفين رمضان شهر ديال الحباب وديال الصحاب وديال العراضات وديال تلبسي يا اختي وتانتكي ليا، سواء كنتي غاديه معروضه اولا عارضه على الناس عندك، فغادي تلقاي كلشي البنات هنايا في صباح بيوتي شوب. غادي نحط لكم حتى قفيطنات ان شاء الله بجوهره عبايات كلشي غادي يكون ان شاء الله. بقى غير على القرص، واللي ما كيطلعوش لهاد النوتيفيكاسيون ديال القناه تعاود تحيد ابوني وترجعها ودير ليا الجرس الرنانه البنات باش يبقى يوصلكم الجديد بطبيعه الحال. هانتوما البنات هادي حتى هي كتبقى الكويدات ديالي 250 درهم، 250 درهم البنات. اللي بغات الجمله تواصل معنا، الجمله كتبدا من 10 الحبات الفوق. غادي نصور لكم اللويه الاخر وبقى معايا. وهانتي اختي هلو الاخر نزيد كل بارك، لوينات واعرين واعرين واعرين، عرفتو لوينات طوب البنات. او شنو نقول لكم توب يا سلام، شوفوا كيف دايره الخياطه ديالها، عرفتو واعره البنات. شوفوا ليا الزرق ملكي، عرفتو الزرق ملكي الغوز والكحل، لوينات اللي واعرين في اي موديل كيتخدموا شوف كيطلعوا واعرين. شوفوا عايله ما بغيتيش اختي، ما بغيتيش تاخذي وصافي، لا ما بغيتيش تفركسي، حقاش 250 درهم البنات راه رخال لا مقارنه مع الكاليتي ديال البنات ومع الخدمه والثوب. عرفتوا ما قيمه الخياطه، ما قيمه الثوب، ما قيمه حتى حاجه البنات. 250 درهم يعني قيمت جلابه وحده تاخذي بها اربعه جلابات، تبرعي ليا مع راساتك في هاد العواشر هادي. توصيل راه داخل المغرب وخارج المغرب، البنات صحابات اوروبا اللي بغات تفركس وبغات حتى هي تحس براسها انها في بلادها بلباس تقليدي، مرحبا بكم والف مرحبا على قناه ديال صباح بيوتي. البنات تواصلوا معنا في الواتساب، اللي بغات شي حاجه تصيفط لينا في الواتساب بالموديل سكريني
وديروا لي القليبات وديروا لي اللايكات البنات، راه كتصيفطوا لي بعض المرات وما كنلقاش اللايكات البنات. ديروا لي اللايكات وبارطاجيو الفيديو، ما خاسرين والو، بارطاجيو مع صحاباتكم في الواتساب، في الجروبات، في الفيسبوك، في الانستغرام، اللي بغيتوا البنات بارطاجيو لي الفيديو، باش هكذا اغلبيه ديال البنات يتقداو بثمن رخيص البنات الكبيدات ديالي. ها نتوما شوفوا لي اللون كيف داير، هانتو غادي نقرب لكم باش تشوفوا، شوفوا الزرق ملكي، زرق ملكي واعر البنات، 250 درهم بلاتي، مازال مطير. ها لون اخر البنات، لون ديال التوركوا، عرفتو واعر بزاف، لون زوين، وعرفتو التوب ديالو كيف داير، توب 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 البنات راه خطير، خصكم تقيسوه وتشوفوا كيف داير، الكاليتي ديالو واعر، الكخيف البنات، وشوفوا الطرزة كيف دايره، هذا توركوا البنات حتى هو فقط 250 درهم، والإشارة البنات فهاد توركوا أولا اللوين اللي غادي نصور لكم مورا، فراه فيه كمية جد جد محدودة، لحقاش هذا البنات راه جبت فيه لوغونج، كان فيه بزاف ديال اللوينات، كان فيه توا الكاموني كان، ولكن تبارك الله ما شاء الله تباعوا قبل ما نصور الفيديو، تباعوا البنات ديال الجملة اللي بغاو يترزقوا فيهم الله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل. عندي أنايا البنات كتعجبني المرأة طموحة، كتعجبني المرأة اللي كتبغي الحلال وكتبغي تبيع وتشري ترزق الله سبحانه وتعالى، داكشي علاش دائما كنقول لكم البنات صحابات الجمله اللي بغات تبيع وتشري فمرحبا والف مرحبا، تواصل معنا. وشوفوا البنات ها نتوما اللي بغات شي حاجه سكريني البنات، سكرينيو وارسلوا لي في الواتساب داكشي اللي بغيتو والموديلات واللوينات، خليو لي ميساج والطاي ديالكم، مرحبا بكم والف مرحبا. هذا اللوين هذا التوركوا البنات هويا، شوفوا لي الطرزه كيف دايره، كيجي تا هو بالتوركوا وكيجي بالصم البنات، اللوين اللي هو واعر بزاف، فيه حتى زرق ملكي، انا غادي نصورو لكم دابا 250 زرق ملكي ولكن في شكل اخر البنات. اليوم ركزت لكم على اللوينات اللي غادي تلبسوهم في هاد العواشر هادي اولا في العيد، وكل شيء من الناس غادي يسولوكم عليهم. وشوفوا لي هذا الموديل هذا حتى هو البنات، شفتوا لي الجلابه كيف دايره، مخدومه بالبيستاج او مصممه البنات، زرق ملكي، تواتات بشكل واعر بزاف، واعر 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 هذه البنات. كيف ما قلت لكم هاد الموديلات هادو فراهم تباعوا قبل ما نصور الفيديو، يعني بقات فيهم كميه اللي هي يا معقوله البنات، ولكن سربي واللي شافت الفيديو سربي تواصل معنا، الحادقات الحادقات اللي ما كيفلتوش الميزات هما اللي غادي يعيطوا لنا الاولاد، سربي والكبيدات ديالي، سربي واللي بغات شي حاجه صورها وتصيفطها ليا في الواتساب البنات مع الطاي ديالكم. هادو راه فيهم لي طاي، ماشي الطاي ستوندار، فيهم لي طاي البنات، فيهم ال اكس ال والدوبل اكس ال، وصحابه الجمله مرحبا بكم والف مرحبا الكبيدات ديالي. وشوفوا ليا اللوين كيف كيجي كيحمق، انا راه غير كنصايب شعري وكان ماكي وكنتقاد كنحط في ستار، كيقولوا لي البنات صباح هذا الجديد باغا تصوري لينا، هي الكبيدات ديالي دائما الجديد، واخا كنغبر عليكم ولكن ان شاء الله في هذه العواشر هذه غادي نحط لكم الجديد البنات، غنبقى نحط لكم الموديلات، موديل ينسيك موديل وبثمن اللي هو رخيص باش كلشي تستافدو وكلشي تلبسو، لا سواء اللي عنده ولا سواء اللي ما عندوش، لحقاش البنات هاد العواشر هادي كنبغيو اختي نتفركسو واراك ليا العراضات واراك ليا المناسبات والشيوات فهاد العواشر هادي، الله يعطينا الصحه والسلامه والرزق البنات. ندوز لكم دابا القفيت مات، انا البنات رجعت لكم بالقفيطين اللي دار ضجه وتسالنا ستوك الاول ديالو وعاودناه مره اخرى، قفيطنا واعرين البنات، عرفتو الفصالة الإيفاضي اللي كتعجب البنات، شفتو البنات عرفتو واعرين بزاف، وشوفوا ليا الكميمات يعني العيالات المحجبات وحتى غير المحجبات، ديري هكذا وصافي واعرين البنات. قفيطنات هادو حتى
تبارك الله ما شاء الله خداوهم بزاف البنات وخداوهم صحابات الجاليه بزاف بزاف لانهم فعلا زويونين بزاف البنات الكاليتي ديالهم وحتى التوب ديالهم. اما الخدمه فراكم كتشوفوا معنا فاش كنكونوا شحال من مره كنكون مع البنات اللي كيخدموا ليا كنصور لكم يعني خدمه ماشي سواقيه خدمه ديال البنات ديال الحريفيه الكويدات ديالي فقط 230 درهم 230 درهم هذا اللوين هذا وهذا الموديل هذا فيه الال اكس ال والدوبل اكس ال وندوز معكم البنات هاتهم طروزين البنات اللي دايرين ضجه وبزاف منكم اللي كياخذوهم وكتقولوا لي صباح واش كاين الجديد صباح واش كاينه شي طرزه جديده ها نتوما البنات الطرزه الجديده اللي معكم هاد اللوين هذا الموف البنات بهاد الطريزه هذه اللي فيها حنايا كامله صم وفيها الحجيرات البنات وكذلك كاين حتى في هاد اليديه هذه كيف ما كتشوفوا الطرزه ديالها وها نتوما كاينه طرزه اخرى البنات دائما مع الايفازير البنات ما كنتسقرموش على الثوب نهائيا البنات ما كنتسقرموش على الثوب هادو البنات فقط 180 درهم 180 درهم فيهم كاع لي طاي البنات مرحبا بكم والف مرحبا كاين هاد اللوين هذا موف اللي كيتواتى بشكل كبير مع الصم شوفوا لي هاد الطريزه هذه ديال الصم كيف دايره البنات والعنيق ديالو كيف داير شفتوا جات واعره جات شي حاجه كلاس شي حاجه اللي زوينه بزاف غندوز معكم دابا لوين اخر هذا البنات شكل اخر وموديل اخر هذا يعني مختلف على اللون الموف اللي حطيت لكم البنات باش هكذا اللي بغات يعني قفيتنات لوينات مختلفين وكذلك موديلات مختلفين في الطريزه فها نتوما شوفوا ليا هادو كيف جات عرفتوا جات بحال ديال دوك المصريين شفتوا هذه راه طرزه البنات ها نتوما راه ماشي عنق ملصق ولا شي حاجه هذه راها طرزه طرزه هنايا البنات شفتوا كيفاش كيجي وحتى هي فيها الطريزه هنايا وفيها طريزه في القمعان هانتوما اللي بغات تصور البنات سكريني فتصور وتخلي لي غير الطاي ديالها وتصيفط لي في الواتساب الواتساب ديالي البنات اللي غيطلع لكم على الشاشه صوروا لي الموديل اللي بغيتوا لا سواء في الجلابه ولا سواء في القفطان وقولوا لي لي طاي ديالكم كنعاود البنات الرقم خاص للعمل فقط الله يعطيكم الستر والبنات اللي بغاو شي حاجه غير خليو لي ميساج راه فاش كنسالي كندخل كنبدا نجاوب لكم على لي كوموند ديالكم كنبدا ندوزهم لكم والله يعطيكم الستر واحد الحاجه غادي نقولها اللي ما ناوياش انها تشري فبلا ما تخلي لي لي كوموند تبقى خليها لي اليوم غدا اليوم غدا في الاخر يا اما كتبلوك يا اما ما كتبقاش تبغي تجاوب الرقم راه ديال الخدمه ماشي ديال اللعبه البنات الله يعطيكم السر انا يدي بوحدي يعني راكم عارفين المسؤوليه ديال الدار ديال الشقه ديال البنات ديال بزاف ديال الحوايج وكنزيد انا اللي كنصور انا اللي كنليفري انا اللي كنجاوب ف سميتو اللي بغات تشري مرحبا والف مرحبا اللي كانت في الغرض ديالها انها تفلى ولا تلعب ولا شي حاجه الله يعطيكم الستر البنات نحاولوا اننا نتفاداو هذا الشيء هذا عواشركم مباركه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطولة العمر والله يعطيكم الرزق البنات ويعطيكم صحيحتكم ويعطيكم ما كتمنوا السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ومازال موديلات الكويدات ديالي